يبقى استعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 هو الحلم الأكبر والأهم لجماهير النادي الأهلي، الحلم الذي يراود ملايين الجماهير كل عام مع انطلاقة بطولة دوري أبطال إفريقيا. الجمهور الأهلوي لا يفكر إلا في عودة الأميرة السمراء إلى أحضان القلعة الحمراء، فالحلم يداعب كل أهلوي ويعمل على تحقيقه كل من ينتمي للأهلي سواء من إدارة أو جهاز فني أو لاعبين، وأيضا الجماهير التي تأتي مؤازرتها وتدعيمها للاعبين من أهم العوامل والدوافع التي تساعد على تحقيق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى. الحلم الأهلوي لاستعادة الأميرة الإفريقية بدأ العمل له على قدم وساق قبل انطلاق البطولة، سواء من تدعيمات على المستوى المأمول أو تحفيز اللاعبين المتواجدين، وأيضا جهاز فني لديه نفس طموح الجماهير بتحقيق اللقب. موقعة الأهلي والنجم الساحلي التونسي مساء الأحد هي خطوة هامة للغاية في طريق استعادة الأميرة السمراء وعودتها لدولاب بطولات القلعة الحمراء، فالفوز بمباراة النجم سيصعد بالمارد الأحمر لصدارة المجموعة، هو ما يسعى له الأهلي دائما ما يكون في الصدارة. الأميرة السمراء الغائبة عن الأهلي منذ عام 2013 عندما حصد اللقب على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي عن جدارة واستحقاق رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في هذه البطولة بخوض معظم مبارياته في ملعب الجونة وفي نهار رمضان وخاضها اللاعبون وهم صائمون. الجميع يسترجع ذكريات البطولة الأخيرة ويتمنى تكرار هذه المشاعر والذكريات في نفس البطولة بالرغم من تغيير نظام وتوقيت البطولة. الأميرة السمراء لها علاقة وطيدة بالنادي الأهلي وبجماهيره. المارد الأحمر صعد لمنصة التتويج ليرفع الأميرة السمراء في 8 مناسبات بدأت في عام 1982 ثم عام 1987 2001 2005 2006 2008 2012 و2013 هو رقم لم يحققه أي فريق إفريقي، فالمارد الأحمر هو صاحب الريادة دائما، هو الأفضل والأكثر استقرارا ويعمل دائما بالشكل الجماعي وفقا لمبادئ وتقاليد النادي. لاعب الأهلي على دراية بحلم الجماهير في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، جميعهم يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد هذه الجماهير التي تقف خلف الفريق في كل المواقف، ودائما شعارها على الحلوة والمر معاك يا أهلي.